الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال إن مات مصرا عليه. وقد دلت الأدلة على أن حبوط العمل يا أحباب قلبي ينقسم إلى قسمين في الأدلة، إلى مطلق الحبوط وإلى الحبوط المطلق. فلا يحبط الأعمال الحبوط المطلق إلا الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه. وأما الحبوط الأصغر أي مطلق الحبوط فهو كل ذنب غير الشرك، دل الدليل على أنه يحبط العمل كترك صلاة العصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقصد مطلق الحبوط أي عمل يومه لا الحبوط المطلق. فلا يحبط جميع الأعمال إلا الشرك. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.